مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. نزلت مبارح كورس الأكاشيك وجلسة خاصة للي حابب يحجز. طبعا اللي ما بيعرف شو الأكاشيك، هي عبارة عن المعلومات والأفكار والمشاعر والأحداث، كأنه سجل كامل لحيواتك السابقة موجودة ومخزنة في الأثير، يعني في الحقل الطاقي. المعلومات هذه موجودة في الحقل أو في الأثير، وهاي المعلومات بتكون كمرات معيقات عنا، فنحتاج أحيانا أنه إحنا ننظف هاي المعيقات، نشيلها. أحداث صارت معانا فعملنا ردود أفعال إلها، فلما أنا أخذ الكورس مثلا، الكورس بيساعدني على أني أفهم شو اللي بيصير معي وشو أسبابه وكيف صار وليش صار وكيف أحرر نفسي منه. أما في الجلسة هي مدتها 90 دقيقة، فهذه الجلسة عبارة عن قراءة زائد تشافي، يعني كأني بعمل سكان لسجلات الأكاشيك تبعتك وبعمل تشافي. الكورس مدته صح 7 أيام بس كتير مكثف، في كتير معلومات، في كتير تمارين، في كتير اتصال بالحيوات السابقة، في كتير تنظيفات، في كتير معلومات راح توصلوا لها. فاللي حابب يسجل بالكورس، الكورس بيبتدي في 11/11. اما اللي حابب يحجز في الجلسات فممكن يتواصل كمان عشان نرسلكم اللينك تبع الحجز. هذا بالنسبة للأكاشيك. كتير حلوة وكتير مهمة وكتير بتفيدنا وكتير نستنتج منها امور بتصير في حياتنا واحنا مش فاهمين اسبابها. فلو حابين انكم انتوا تتعرفوا على ذاتكم اكتر، توصلوا للأسباب والمعيقات وتحلوها فعلا، تغيروا حياتكم، فهذا الكورس كتير بفيدكم في هذا الموضوع. في نقطة تانية بدي أحكي فيها للأشخاص اللي حاسين حالهم ضايعين أو واقفين في مكان مش عارفين يتحركوا منه، أو حاسين بلخبطة أو حاسين بضغط أو حاسين إنه الأمور قاعدة شوي مش ماشية معهم بالطريقة الصحيحة اللي هم بدهم إياها تمشي. صدقوني لو استغليتوا اليوم، الذات اليوم وبكرة، رتبتوا شوي أفكاركم، عرفتوا من وين تبتدوا، عرفتوا كيف تبتدوا، حتلاقوا الأمور بدأت شوي تتحسن وتاخد مجرى أفضل في حياتكم خلال الفترة الجاية. لأنه أنا عارفة شهر 10 من الأشهر اللي كانت شوي تقيلة وتقيلة على الجميع، وحتى ناس كانت حاسة أنها كتير طويل هذا الشهر، لكن صدقوني إذا ركزتوا اليوم، عملتوا امتنان، اشتغلتوا على حالكم، حتلاقوا يعني مثلا حاولتوا تتسامحوا مع حالكم، حاولتوا تتسامحوا مع الآخرين، حاولتوا تشتغلوا على أنكم تغيروا أشياء جواكم، حاولتوا تمارسوا الامتنان لذواتكم، تشوفوا نقط الاستحقاق عندكم. حسيتي حالك مش مرتاحة بالبيت، مش مرتاحة بعلاقتك مع زوجك، مع أصدقائك، مع ذاتك، كتير واردة هاي الأمور تكون موجودة، فشوفوا كيف ممكن تحلوها، شوفوا كيف ممكن إنكم تشتغلوا على تغيير هذا الشيء. شو الإشي اللي أنتوا عن جد بيخليكم تحسوا إنكم مرتاحين مع حالكم، مرتاحين في علاقاتكم مع الآخرين أو مع ذواتكم خلال اليوم. يعني كل واحد يبحث عن منطقة بحس فيها بالأمان مع ذاته، يعني مش يجي على حاله عشان حدا، مش يتضايق عشان حدا، مش يحمل بقلبه عشان حدا. في النهاية انت اللي حتتضايق وانت اللي حتزعلي، وكل حدا عايش حياته عادي وانت اللي حياتك موقفة. فابحثوا عن هاي الأمور، وان شاء الله رح أعملكم قراءة طاقية لشهر 11 وأنزل لكم إياها اليوم أو بكرة.